المرمى. طابت أوقاتكم، السلام عليكم. في مباراة الرد، الهلال والاتحاد، من ينهي موسم الآخر مبكرا؟ الأهلي يبحث عن بديل وكاماتشو يرفض التجديد، أين الحقيقة؟ لماذا كثرت بطاقات الاتحاديين الحمراء في هذا الموسم؟ طبيب نفسي يجيب. المدربون في الدوري السعودي، متأمل وقلق وأنيق ورجل عاصفة، قراءة في الملامح. أهلا بكم. دخل الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش مدرب فريق الاتفاق السعودي في قائمة المدربين الذين يسعى الكويتي للتعاقد معهم في الموسم المقبل. وكان برانكو قد قاد الاتفاق السعودي مطلع الموسم الحالي ونجح في المنافسة على لقب الدوري قبل التراجع في الأسابيع الأخيرة، وهو الذي تأهل إلى الدور الثاني لكأس الاتحاد الآسيوي وينافس أيضا في كأس خادم الحرمين للأبطال. عبر الهاتف يلتحق بنا الآن عادل عقلة، مدير فريق الكرة بنادي الكويت الكويتي، اللاعب الدولي السابق. كابتن، أهلا بك معنا. يعني ما تعليقك أولا على هذه الأنباء بأن برانكو قريب من فريقك الكويت الكويتي؟ أول شيء طبعا أخوي بتال، أنا أتشرف أن أكون معك في هذا البرنامج المميز، البرنامج اللي الكل يتمنى أن يكون موجود فيه لتميزه ولمشاهدته الكثيرة، خاصة اليوم ريال وبايرن ميونخ، الله يعينك. طبعا بالبداية أخوي بتال، هو المدرب القدير ونحترمه ونقدر الأخ برانكو. نعم. معروف علينا من ضمن مدربين كثار، يعني عن طريق المتعهدين، حتى مو مدير أعماله، مو متعهد اتصل فيك عرض عليك، هو لم نتفاوض معه يعني مباشرة، ليس هناك مفاوضات. لا لا لا، هذا موقع كرة، يعني أنا أستغرب، الأخ كان كلامي واضح معه، هو من قال إن لديه معلومة، قلت له معلومتك على عيني وراسي تحتفظ فيها، لكن أنا كمدير للفريق ومتحدث رسمي باسم النادي أنا أتكلم باللي أنا أملكه. نحن في مفاوضات مع بعض المدربين، ليس برانكو، ولكن برانكو معروف علينا حالة حال مدربين كثر، أنا أكلمك لليوم يعني. طيب يعني كابتن، أنتم في فريق الكويت الكويتي غير مهتمين ببرانكو؟ لا 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 والله، شوف بتال، برانكو مدرب ممتاز، ما اقدر اقول لك غير مهتمين، لكن احنا ما تفاوضنا معه. انا كان اتفاوض معه امس لما كنا في الدمام، ولكن المدرب ما دام هو يملك عقد مع فريقه نحترم عقده ونحترم اموره. لم نتحدث معه، اقسم لك بالله لم نتحدث مع المدرب برانكو. نعم، معروض علينا عن طريق احد المتعهدين. جميل. يمكن شويه كلمنا عليه وشاورنا، وحتى قال لي حتى سعره وسعر مساعدينا، ولكن متعهد. أنا لما يتصل فيني متعهد أخ بتال، ما أقدر أقول له لا. صحيح. لا ثم لا، بالعكس أعرف علي كم عقده كم أموره، بالنهاية الخيار لنا، ولكنه ليس من المدربين الأوائل بالتعاقد، في مدربين أكثر يعني منا مقربين للنادي. جميل. عادل، أشكر لك هذه التوضيحات الجميلة، هذه الشفافية العالية التي تمارسها في دورك كمدير كرة في نادي الكويت الكويتي. شكرا جزيلا عادل عقلة، مدير الكرة في نادي الكويت الكويتي. البرازيلي كاماتشو، واحد من أبرز اللاعبين الذين مروا على الكرة السعودية، حقق مع الهلال بطولة ومع الشباب بطولة، وينتظر فرحة مع الأهلي الآن. سينيوريتا ومن جد الآن يلتحق بنا مباشرة كابتن كاماتشو، لاعب الأهلي السعودي حاليا، هو أيضا كان يلعب في الهلال السعودي، اتجه إلى قطر بعد ذاك، ثم عاد إلى الشباب السعودي، والآن في الأهلي، قدم تجربة ممتازة في الكرة السعودية. كاماتشو أهلا بك، سعيد بأن تكون
ضيفا في البرنامج. أشكر لك الاستجابة وحضورك. نعم كابتن، أريد أن أسأل، خلينا نبدأ من الأخير. أريد أن أسألك أولا، كيف خسر الأهلي لقب الدوري؟ ماذا حدث في المباراة الأخيرة أمام الشباب؟ It's my pleasure to be here. يسرني أن أكون هنا. علمنا عن المباراة خلال الموسم الجاري، لعبنا ولكن لسوء الحظ المباراة النهائية لم نستطع الفوز بها، وفاز الفريق الآخر بالبطولة، ولكننا فعلنا المستحيل للفوز. ولا يسعنا إلا أن نشكر الجهود في الإدارة وسلطان خالد والأمير خالد. كان الأداء العام في الدوري جيدا. نعم كاماتسو، يعني مستر كمان، نعم، هل فعلا كنتم تعيشون تحت ضغط نفسي كبير ليلة المباراة في المعسكر؟ No, it was like all the final. لا، كانت مثل أي مباراة ختامية. التركيز طبعا كان على أشده، وكنا نفكر في الفوز. وكما قلت لك سابقا، لقد فعلنا ما بوسعنا، ولكننا لسوء الحظ لعبنا أمام فريق رائع، فريق الشباب. وكانت المباراة صعبة بلا شك. نهنئ الشباب على فوزهم، لقد فعلنا ما بوسعنا، ونهنئ فريق الشباب على هذه البطولة. جميل كابتن، يعني أريد أن أسأل أيضا، يعني ماذا يعني لك مع ختام الدوري السعودي، الدوري مع ختام الدوري، أنت أفضل صانع ألعاب في الدوري السعودي هذا الموسم، قدمت تقريبا 20 كرة سجلت منها أهداف من فيكتور، عماد الحوسني، تيسير، الجاسم وآخرين. ماذا يعني لك في الدوري السعودي أنت أفضل لاعب يقدم كرة الهدف؟ شكرا لك على هذا الإطراء. أنا سعيد بعملي مع بداية الموسم. ومساعدة الأصدقاء في الفريق، وقدمنا ما بوسعنا، قدمت ما بوسعي، وهذا هو المهم بالنسبة لنا. لقد لعبنا سوية بشكل جيد، وأنا سعيد بهذا الأداء. جميل كابتن، يعني قيل أو بأنك غادرت الشباب لأن الشبابيين قالوا بأنك مصاب، الآن تعود بقوة تسجل رقم كبير، أفضل صانع لعب في الدوري السعودي، يعني هل فعلا كنت أيام الشباب مصاب وتتحمل على نفسك وتشارك؟ نعم، تعرض كاحلي للالتواء وأنا مع الشباب في إحدى المباريات، وكان التواء خطيرا بالنسبة لي، واحتجت وقتا حتى أتعافى من هذه الإصابة، وقالوا أن إصابة كاماتشو سيئة، ولا أعرف من قال ذلك، ولكنني نسيت كل شيء ورجعت ولعبت مع الأهلي. جميل. Make the things happen here, you know. Believe again in Camacho.
وقدمت النجاحات المتوالية مع الأهلي، والشكر للأمير خالد ومساعدتهم لي على العودة. هذا يجعلني سعيدا كما قلت لكم سابقا، وأشكر الجميع على ذلك. نعم نعم، يعني كان لك ثلاث تجارب في الكرة السعودية. الهلال أولا عندما عرف بك السعوديين وتعرفوا عليك عبر القميص الأزرق، ثانيا مع الشباب بعد أن عدت من قطر، وثالثا الآن مع الأهلي. أي التجارب الثلاث بالنسبة لك هي الأفضل لكاماتشو؟ لقد كنت سعيدا بلعبي مع الهلال. كانت هي المرة الأولى التي أخرج فيها خارج البرازيل، كانت مع الهلال، وقد فزنا بست بطولات، وكانت مرحلة وتجربة رائعة في السعودية، وأنا مسرور من كل قلبي. وكذلك وعندما لعبت مع الشباب قضيت هناك 4 سنوات وفزنا بالبطولات، ولدي أصدقاء في نادي الشباب، وأود أن أشكر الجميع لمعاملتهم الحسنة لي. وحاليا سنة مع الأهلي قضيت وقتا جيدا، أردنا البطولة وسعينا لها، نعم، ولكن أظن أن الأهلي سينال البطولة. جميل. طيب كابتن، الآن انتهى عقدك مع الأهلي أو سينتهي بنهاية الموسم الحالي، لأن العقد مدة سنة واحدة. الأنباء تقول بأن النصر في الرياض يفاوضك، والأهلي قدم لك عرضا أنت لست راغبا فيه رغم رغبتك في الاستمرار، لكنك لا تريد العرض من الناحية المادية. هل ستذهب إلى النصر؟ هل ستبقى مع الأهلي؟ ما هو جديد كاماتشو؟ لا أعلم حقيقة من نقل هذه الأخبار. أنا مع الأهلي وسعيد بوجودي مع الأهلي، وعقدي حاليا الكأس مهمة، كأس خادم الحرمين هي بطولة مهمة، لا أعرف أي أخبار عن النصر وعن تعاقدهم معي، نيتهم التعاقد معي. بمجرد انتهاء عقدي سأرى ما بوسعي أن أفعله، لكن من المبكر الحديث عن أي جانب سأتخذ. جميل. لكني حتى هذه اللحظة أنا سعيد مع الأهلي، وأريد أن أبقى. طبعا في المستقبل لا تعلم، لا نعلم ما الذي سيحدث. جميل. كابتن كاماتشو، هل صحيح بأنك غضبت من الأهلاويين عندما اتصلوا بلاعب برازيلي يفاوضونه؟ وهذا اللاعب في الأخير يعني كان أحد أصدقائك في البرازيل، وأنت عرفت بهذه الحادثة. هذه الحادثة نشرت على يعني ليست في الصحافة ولكن في أوساط الرياضة السعودية، هل هي حقيقية؟ حقيقة أنا للمرة الأولى أسمع ذلك. لا أعلم، لا أستطيع أن أنفي أو أن أؤكد ذلك. هذه المرة الأولى التي أسمع بهذه القصة. نعم، أريد أن أسمع منك مباشرة، هل تريد البقاء في السعودية أم البقاء في الأهلي تحديدا؟ Yeah, like I said to you, I'm happy here.
كما قلت لك أنا سعيد هنا في النادي وأود البقاء في النادي. نادي جيد وأمضينا موسما جيدا، لم نفز بالبطولة وكنا نود ذلك، لكني سعيد رغم ذلك. نعم نعم كابتن، ماذا يحتاج الأهلي ليفوز بالدوري؟ إذا كنا يعني رأينا الأهلي هذا الموسم وصل إلى الخط الأخير، مباراة ختامية كان يفوز بالدوري لكنه لم ينجح، هل يستطيع إعادة التجربة الأهلي، إعادة النجاح مرة أخرى في الموسم القادم، وماذا يحتاج؟ أعتقد أننا لعبنا جيدا خلال هذا الموسم وحققنا أرقاما جيدة، ولكن لسوء الحظ الشباب كان أفضل منا بقليل وأدوا مباريات ولم يخسروا أي مباراة، فهذا ستة مباريات لم يخسروا أي مباراة. جميل، لكني أعتقد أن الأهلي بدأوا بداية جيدة، وأظن أنهم في المستقبل يمكن أن يفوزوا في البطولة. نعم، شكرا جزيلا كابتن كاماتشو، لاعب الأهلي السعودي، لاعب تعرفه الكرة السعودية جيدا بين تنقلاته بين ثلاثة أندية هي الهلال والشباب والأهلي، لم يغادر أي فريق قبل أن يحقق بطولة، ربما يفعل ذلك مع الأهلي أيضا. شكرا كاماتشو على هذه الدقائق التي منحتنا. إبراهيم السعودي المحترف الآن في نادي غوسكا البوسني، التقاه زميل محمد القناصة اليوم خلال تدريبات المنتخب السعودي تحت 22 عاما، وتحدث عن تجربته الأوروبية القصيرة فقال: عندي عروض، يعني عدة عروض، يعني من الدوريات أقوم من دوري البوسنة، بس أنا حبيت أن أروح الدوري البوسني يعني كبداية لي، يعني صعب أن اللاعب يعني من عمري يعني أروح على طول دوري إسباني دوري إنجليزي دوري ده. يعني معروف عند أوروبا يعني اللاعب السعودي من العالم الثالث، يعني حلوة يعني كبداية يعني من الدور البوسني بعدين للدور مثلا كرواتي الدور الألماني دوري كذا، يعني هذا أحلى شيء. ما كنت يعني عندي عن المعلومة دي أن يرسل بطاقة فترة التسجيل، لأن هنا انتهت التسجيل وهناك للحين شقالة، وأنا وقعت أيام وهم على هناك شقالة يعني فترة التسجيل، هنا ما أدري عن الموضوع يعني أنه زي كذا لازم تصير فترة التسجيل مفتوحة ومقلقة، ما أدري عن كذا. يعني في يعني عدة لاعبين إنجليزي، يعني وأي بغيت شيء يعني أتواصل معهم، يوصلوا المعلومة حق اللاعب ذلي وأنا أتواصل معه، لكن الأجواء غير يعني انضباط، يعني هناك يعني ما تشيل يعني ما تحط في بالك يعني ربع أهل شيء، خلاص هناك تحط بالك إنك كورة، يعني في كل يعني تشتغل حق نفسك، يعني خلاص نادي تمرين بيت بس، هذا اللي فيه يعني هذا اللي أشوفه، يعني هو اللي يطور اللاعب وزي كذا، يعني كأنكم خش معسكرات. يعني في كشافين كثير يجون حق دوري البوسني، يعني من كرواتيا من المانيا في يعني من عدة أندية، مثل النادي اللي انا فيه فرع حق نادي مدى زغرب الكرواتي، يعني يلعب كويس على طول ياخذون مدى زغرب زي كذا، هذا رايح انا حاط ببالي زي كذا، ما بيروح مثلا على طول دوري الاسباني دوري ما العب ولا استفيد ولا شيء، يعني لازم زي يعني كابتن علي الحبسي شوف من وين بدا من دوري النرويجي ما نشوفه في وين، يعني زي كذا تحط لك طموح. لا والله ما نكرت الجميل ولا شيء، يعني بس النادي يعني هو ما عملني معاملة يعني على كلام كمحترف زي كذا، وانا ما شفت نفسي يعني مستقبلي في النادي، فانا من زمان بعد حاط في بالي اني احترف من قبل كاس العالم، وكلمتهم وهم رفضوا، انا اشوف نفسي اني ابي اطور نفسي وطلعت برا. خطفة اولى نتابع بعدها في المرمى وفيه بعد التعادل في جدة الهلال والاتحاد من ينهي موسم الآخر مبكرا. الموسيقى وعلم النفس حاضرة قبل كلاسيكو الكرة السعودية.